لم يكن يوما كثرة العدد والعدة سببا للثبات والنصر. ففي معركة مؤتة التي حدثت بمثل هذا الشهر، كان عدد الروم 200,000 مقاتل بكل عتادهم، بينما جيش المسلمين 3,000 مقاتل فقط. إن قانون النصر والهزيمة يؤكد أن النصر لا يكون بالعدد والعدد، ولا يكون بالكثرة والمدد بالرغم من أهميتها، بقدر ما يكون بتوطيد العلائق بالله والاستعانة به والتوكل عليه والإخلاص له. فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وإن العبرة أكثر ما تكون بقوة العزيمة وارتفاع الروح المعنوية، والحروب معنويات قبل أن تكون ماديات. وما النصر إلا من عند الله، هكذا يؤمن المسلم بعد أن يأخذ بالأسباب والإعداد ما استطاع، ويتوكل على الله ويترك النتائج عليه. إن معركة مؤتة تعلمنا أن المجتمعات التي لا تقدر رجالها ولا تحترم أبطالها وتحاول التطاول على قادتها، لا يمكن أن يقوم فيها نظام، ولا يمكن أن تخطو نحو الأمام إلا يوم يكون تحيتها لعظمائها سلام. والشاهد إنهم ليسوا فرار بل هم الكرار. ما زالت المعركة بين الحق والباطل مستمرة، ومثلما جمعت الروم لاستئصال الإسلام، ها هي فارس اليوم تجمع عدتها وعتادها لاستئصال الدين من اليمن ومحيطها العربي، بحقد واسترجاع لسقوطها في صدر الإسلام. لكن المتوكلون على الله وحاملي راية الإسلام لن يتركوهم يحققون أهدافهم.